السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ هنعمل النهاردة مع بعض البانيه بتاع الشركات، بس طبعا انضف بكتير جدا واحلى بكتير جدا ومن غير مواد حافظة، يعني ان شاء الله باذن الله يعجبكم، وكمان بكمية، يعني هتبقى معانا كمية كبيرة من بس نص كيلو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اللي لسه مشتركش في قناتي يا ريت يشترك، واللي يعجب الفيديو يا ريت يدوس لايك ويسيب لي رأيه في الكومنت. هنبدأ أول حاجة. معانا إيه؟ معانا البقسماط المقرمش دوت اللي هو بنجيبه من عند العطار، بس دوت خشن زيادة عن اللزوم، احنا هنطحنه، مفيش أنعم منه، ده أنعم حاجة، فطبعا هو خشن شوية، يدوب هنجروشه نص جرشة بس مش كتير قوي. ومعايا هنا الفيجيتار حار او عادة اللي احنا بنحبه، لو عندنا اطفال بيخافوا من الحراق هنجيب عادي، واللي بيحب السبايسي يجيب سبايسي. انا هعمل خليط بين الاثنين. ومعانا معلقة كبيرة من مرقة الدجاج، ومعايا معلقة صغيرة من اللي طبعا معلقة مليانة من البيكنج باودر. اول حاجة هعمل ايه؟ طبعا البقسماط ده خشن جدا معايا، انا هعمل في الكبة احط منه، انا جايبة طبعا من عند العطار سايب، هحط مقدار ربع كيلو تقريبا، وهجرشه نص جرشة، مش جرشة كاملة، عشان بس البانيه يطلع مقرمش معايا وحلو زي ما احنا متعودين عليه في الشركات بره. وكده بنات، بعد ما جرشت البقسماط بتاعي نص جرشة، وده شكله معايا، هنفضيه في الطبق بتاعنا. اظن كده الفرق واضح، الاول كان خشن زيادة عن كده، كده نوعا ما ناعم شوية. الخطوة اللي بعد كده ايه؟ هنا في نفس الكبة بتاعتي هحط نص كيلو من البانيه المخلي، ومعاهم ورك واحد بس من الفراخ المخلية برضو، بس يديني طروة في البانيه بتاعي ده. طبعا الورك دي الصدور. هحط ايه على النص كيلو من البانيه بتاعي؟ هحط المعلقة من المرقة زي ما احنا قلنا، ومعلقة صغيرة مليانة، دي معلقة كبيرة مرقة، ودي معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وهنا تقريبا 125 جرام من البقسماط او الفيجيتار سوري، وزي ما انا قلت حراق او عادة، ده طبعا زي ما انتم حابين. وهفرم كل الحاجات دي مع بعض. وكده بنات، شكل العجينة بتاعتنا بعد ما اتفرمت معايا كويس جدا، دلوقتي هفضيها. فضي كل الخليط معايا. ملاحظين ان العجينة نوعا ما جامدة شوية، انا مش عايزاها طرية قوي ومش عايزاها جامدة قوي، يعني هعجنها بس شوية كده بايدي تتداخل مع بعضها كويس جدا، بس هي كده يدوب حلوة قوي. طيب انا هنا ما حطناش اي توابل يا بنات، لان طبعا مرقة الدجاج بتاعتنا كلها توابل، والفيجيتار بتاعنا برضو كله توابل وعليه ملح كمان، يعني هي مش محتاجة اي حاجة. الخلطة بتاعتنا كده ملحها مظبوط جدا. الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ معانا هنا البقسماط اللي احنا فرمناه، هنحط عليه تقريبا معلقة ونص من المرقة الفورية، هقلب، كده كويس جدا، بس كل التوابل تدخل في بعضها، وطبعا برضو مش هحط ملح ولا اي حاجة.
وهنا كمان معايا طبق من المية هحط ايدي فيه بالراحة جدا، واخد كمية صغيرة وبالايد التانية كمان من الفراخ المفرومة بتاعتنا، واحاول يا بنات على قد ما اقدر اشكلها نفس البانيه بتاع الشركات اللي احنا بنجيبه واللي الولاد بيحبوه جدا في السندوتشات او جنب المكرونات او اي حاجة. احاول بس ما اخليش حتة رفيعة وحتة تخينة. وكده اول واحدة اتشكلت معانا بنات، مش هنحطها دلوقتي خالص في البقسماط بتاعنا، لا هنحطها على طبق ونرجع نبل ايدينا تاني. اظن الشكل حلو قوي بنات، وشبه جدا جدا اللي احنا بنجيبه من بره. عايزه اقول لكم والله احلى واطعم كمان، وكمان انضف. وانا بحس كمان اللي بنجيبه من بره دوت ما فيهوش فراخ اساسا، هو بحس انه عجين كده، مش عارفه ليه، مش عارفه انا بس اللي بحس كده ولا في ناس غيري بتحس بالاحساس دوت. زي ما قلنا هنحاول نخليها تاخد الشكل المعتاد عليه في الشركات. اظن كده التشكيل بقى واضح وسهل جدا. هكمل كل الكمية دي، وكل مرة ابل ايدي وكده. بنات دي اخر واحدة معايا، عملت لي كمية كويسة جدا. ارجع واقول هو مش مهم الكمية خالص، مع ان الكمية كبيرة وحلوة، هو بس فكرة النظافة والفرم على ايدينا والحاجة اللي محطوطة احنا عارفينها هي ايه اللي محطوط. والولاد بيحبوا الحاجات دي جدا اللي هي الناجتس والبانيه والحاجات السريعة دي. عايزة اقول لكم التشكيل سهل جدا، بالذات المية بتساعدنا كمان نشكل العجينة بسهولة. وكده الكمية كلها بقت جاهزة معايا، دي الكمية كلها. نعمل ايه؟ هوسع بس لنفسي. وبايدي دي بنات الشمال هحط في المية واصفي شوية من المية، وارجع احط هنا بايدي اليمين، ايد غير الايد خالص، واحاول ادوس كده. كفاية؟ لا مش كفاية، هنرجع نحطها في المية مرة تانية. وهرجع تاني احطها في البقسماط بتاعي، احاول اغطسها جامد جدا وادوس جامد بايدي كلها. بنات شايفين ايدي كده كلها بالكف كله بدوس كويس. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ قريب جدا من اللي احنا بنشتريه الطبق معايا. حتى لو الشكل اختلف شوية من وانا بدوس مفيش اي مشكلة، ممكن ارجع اشكلها تاني كده. كمان واحدة بايديا ايد مش محطوطة في البقسماط، هحطها في المية وارجع اغطسها في البقسماط. هحاول وانا بغطسها المها عشان ما تفتحش معايا زي الاولانيه. بنفس الشكل اهو هرجع تاني احطها في الميه، وارجع تاني احطها في البقسماط. الكميه دي طبعا يعني براحتنا خالص، نحطها مرتين او ثلاثه في البقسماط، بس يعني بلاش نكتر، هما مرتين كويس جدا. عايزه اقول لكم يعني تحفه جدا جدا، شايفين يعني قد ايه حلو. وكمان عشان انا كمان هنا، تعالى كده بالكاميرا، عشان ما دوستش جامد زي هنا، الشكل لسه محتفظ. احنا ممكن نحاول ما ندوسش قوي، وكمان القرمشه باينه اكتر وخرفشه البقسماط باينه اكتر من اللي انا دوست عليها. هحاول في كل الكميه الباقيه ما دوستش عليها، وكل كميه بتاعتي هعمل ايه، هاخد بايد نظيفه احط في الميه واحط في البقسماط واغطسها والفها كويس جدا وادوس بس بالراحة مش قوي كده، وارجع احطها في المية مرة تانية
وارجع احطها في البقسماط مرة تانية، وهكمل كل الكمية ونشوف بعد كده. وكده بنات يبقى اخر واحدة معايا، زي ما قلت لكم بنحطها في المية وبنحطها نشكلها في البقسماط، ونحاول على قد ما نقدر نحتفظ بالشكل. ونرجع كمان مرة نحطها في المية بالإيد النظيفة، نقلبها، نحاول ما نبهدلش الدنيا. نرجع هنا نحطها في البقسماط. عايز اقول لكم معلومة بنات، دايما نحاول نعمل البقسماط على قد البانيه بتاعنا، ما نسيبش كمية منه ونحطها مثلا في التلاجة، او نسيبها ونقول هنرجع نستعمله تاني، لان البانيه بيبقى فيه بكتيريا ضارة مش نافعة خالص، لا قدر الله ممكن تعمل مشاكل في المعدة. فاحنا نحاول على قد ما نقدر نستعمل بقسماط على قد البانيه بتاعنا، اذا كان بانيه شركات او بانيه بيتي العادي اللي احنا بنعمله على طول، والباقي نتخلص منه لو سمحتوا. محدش يسيب البقسماط الباقي من البانيه ويعينه ويقول هستعمله تاني او هينفع تاني او كده، لا نحاول نتخلص من الباقي مننا. بصوا انا عايزه اقول لكم ان هو بجد شكله تحفه جدا جدا. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هقليه، انا هخزنه. انا دلوقتي بالليل هعمل ايه؟ كيس نايلون خزين من بتاع التلاجة عادي جدا، او ستريتش اللي عنده ستريتش، بس انا بتكلم بابسط الحاجات، طبق فل وعليه. انا عايزة اقول الاول تبصوا كده الشكل عامل ازاي والقرمشة، وانا زي ما قلت لكم بلاش نضغط زي اول واحدة ضغطت عليها جامد، بلاش نضغط الضغطة دي اللي هي دي، انا حاولت اسويها على قد ما اقدر تاني، بس اللي هو ايه يعني نحاول ما نضغطش جامد. فانا بعد كده ما ضغطتش، هعمل ايه؟ في الطبق الفويل ده هرص. انا عايز اقول لكم لو قليتوا البانيه ده على طول كده من غير حتى ما تحطوه في التلاجة، او تسيبوه شوية او كده، او في حتى في الفريزر، هيطلع تحفة جدا وما تخافوش ابدا ابدا مش هيفك. هحاول ارصه. ادي ينفع احط البانيه فوق بعضه؟ لا طبعا ما ينفعش خالص. انا هحاول بس احط شويه هنا كده، هروح جايه تانية الكيس بتاعي، كيس تلاجة. اظن كلنا عندنا ورق فويل وكيس تلاجة، ما فيش اي مشكله خالص. واكمل معايا هنا البانيه بتاعي. والله يا بنات تحفه جدا وحلوه جدا حقيقي، يا ريت تجربوه، واللي جربوه وتعجبه الوصفه يا ريت يقول لي رايه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.